ضيفتنا الفقرة دي هي فنانة ومبدعة في تصميم ملابس الأطفال، بتنشر البهجة والفرح في كل تصميم. ديزايناتها بتتميز بالألوان الزاهية والتفاصيل اللي الأطفال كلها بتحبها في اللبس، وعشان كمان يحسوا إن اللبس مريح، ودي نقطة مهمة جدا بالنسبة للأطفال، وترسم الضحكة والبهجة على وشهم. علشان كده هي صممت براند اسمه بهجة براند. هي فاشن ديزاينر هاجر عز الدين وصاحبة براند بهجة زي ما قلت لكم. اهلا بيكي يا هاجر. اهلا بحضرتك، منوروني. انا ودخلتي استوديو بالالوان والبهجة كلها حقيقي يعني. تسلمي لي بجد. انا عايزة اعرف بقى ليه فكرتي في اسم بهجة براند؟ البراند بتاعك سميتيه بهجة، ولو ان الاجابة باينة بس احب اسمعها منك. هو انا اول ما بدأت الناس، انا كسرت القاعدة بتاعت لبس الاطفال اللي هو على نمط معين اللي هو، فبدأت الناس بقى تقول لي هاجر احنا بنشوف في لبسك بهجه. أوه. فبدات بقى ناس كتير هاجر انت مصممه البهجه، بجد انت بتعملي بهجه حقيقي. فمن هنا طلع عليا بقى اسم مصممه البهجه. بس انت شاطره قوي، انا منبهره بالموديلات وحابه جدا ان احنا نبدا نشوفها علشان اسمع تعليقك على موديل واشوف الاطفال الحلوين بقى يبداوا. يلا بينا. اول موديل معانا تالا. هيا تالا. بالمناسبه دي بنوتي. بجد ما شاء الله فنانه زي مامتها. الدريس بتاع تالا دريس هواي، مستوحى بقى من الوان البحر والميه، وطبعا بما ان احنا خلاص الفتره دي فتره مصايف، فبدات ان انا اعملها، يعني عملت الدريس بتاع الهواي بنفس طريقه الدريسات بتاعتنا احنا ككبار، بس بقى بالطابع الاطفالي. تحفه، ينفع اصلا في عيد ميلاد كمان لو عيد ميلادها او كده، خطير. بس هو مناسب برضو اكتر للمصايف اكتر. اوكي تحفه. ويا سلام بقى لو عيد ميلاد في المصيف في الساحل مثلا. كده خلاص. طيب برضو اعتمدت فيها على دمج الوان الصيف الترندي زي البينكات، اللون اللي هو البوستاج، اللون الاخضر، الحاجات اللي هي بتاعت الصيف كلها. فعلا الالوان مبهجه جدا. شكرا يا تالا. معانا مين بقى تاني؟ معانا فريده. فريده فستانك يجنن يا فريده، كلكم احلى من بعض، امارات. الدريس بتاع فريده معاه الهير باند كمان. بتعملي اكسسوارز كده، الحاجات تتلبس مع ال، والكمام برضو منفصله معاه، برضو تقدر تلبسها كده او تلبسه من غير الكم خالص. واعتمدت برضو القماشه دي انا اللي طبعاها مبدئيا. دي خطيره. دي كانت اول مره اطبعها. طب قرار انك تعملي موديلات للاطفال مش للكبار؟ اصل انا شايفه موديلات تنفع كبار واطفال، قرار بقى الاطفال ده قرار جريء جدا، لكن انت ما شاء الله متميزه فيه. عملتي يعني فكرتي فيه ازاي ان انا عايزه للاطفال مش للكبار؟ هو انا اول ما بدات كابلز المامي وبنتها. ايوه انا عايزه اقول لك ليه ما يبقاش ام وبنتها لابسين نفس الفستان ده، يجنن. لا ما هو الكبار بيتعبوني. مع ان عاده الناس بتقول العكس، ان الاطفال التعامل معاها صعب، او صعب تعملي موديل ينفع الاطفال كلها. انا بحب الاطفال. واضح. فلو سيبيني مع الاطفال. شكرا حبيبتي. ناخد بقى الموديل اللي بعده. فانت عشان بتحبي الاطفال بعرف اتعامل معاهم وبعرف اقنعهم. اسمك ايه؟ كايلا. كايلا تحفه، وده عملي قوي كمان ولذيذ. التوب بتاعه برضو بيتلبس سواء بالكروبس او من غير الكروبس، اللي هو يبقى توب بس، وعليه السكرت بتاعته. خطير. وبرضو انا عملته ان هو يكون مناسب المصايف برضو والاجواء بتاعت الصيف. حلو قوي، شكرا حبيبي. مين تاني؟ اسمك ايه بقى؟ ديما. حلو قوي ده كمان. اللون اللي هو التفاحي او اللي هو اللون الخاصي طالع موضه السنه دي. فانا حبيت ان انا ادمجه مع الوان الصيف، وبرده السكيرت احنا انا اللي طبعاها، فتعمدت بقى ان هي يبقى فيها ايه البطيخ بقى، اللي هو ايه فاكهه الصيف كلها جد. الصيف كله قدامنا. خطير. لا وكمان هي ديما اللي مختاره اللون بقى، قالت لي انا عايزه البس اللون ده. واو. فطبعا حضرتك عارفه ان الاطفال الفتره دي بدات هي اللي بتختار لبسها. هي اللي بتختار الحاجه اللي هي عايزه تلبسها. تحفه. شكرا يا ديما. الله، اسمك ايه؟ ليليان. يا اهلا. ليليان بقى الطقم بتاعها هواي، اللي هو كمان الخامه بتاعته قطن. خامته شكلها مريح قوي والالوان خطيره. قطن، فبالنسبه لها هو برده مريحه. والتوب بقى بيتلبس بكذا طريقه، هي هتقول لك بقى بيتلبس ازاي. ممكن ازاي يا ليليان؟ واو. نربط الحمالات بتاعته. تحفه تحفه تحفه، حلوه قوي قوي. السات دي خطيره خطيره. ثانك يو. شكرا. وطبعا هو بيطول وبيقصر، يعني يا ريتني اطول شويه. طوليه شويه. ايوه. يعني هم بيحبوا كروب توبس، بس اهو ممكن يبقى كروبت بس مش قوي يعني. حلوه قوي كده. عمر يا ليليان. مين تاني بقى؟ شكرا حبيبتي.
معانا سيدن. الله، انا بحب بقى الحاجات كمان البراكتيكال قوي دي او العمليه قوي، ده خطير يعني، شياكه وعملي. لا، واللون البيربل برضو بالنسبه لطفله تختاره، فانا بعتبره اختيار جريء. فطبعا السويت هي اللي اختارت تلبسه. انت اسمك ايه؟ سيدن. سيدن، الله، اسمك جميل. انت اللي اخترتي بقى الست الحلوه دي؟ لا، وسيدن ممثله صغنونه. واضح. لا، هو باين، انا شايفه فنانه خالص. السويت برضو بتاعتها من الكتان خطيرة. انا تعمدت في الحاجات دي ان انا استخدم الكتان او السوفت او القطنيات. شكرا سيدن، بحيث ان هم يكونوا مرتاحين في الحاجه وهم لابسينها. نشوف مين تاني بقى. شكرا حبيبتي. معانا لوجين. لوجين، ازيك؟ لوجين بقى التوب بتاعها برضو برضو مستوحى من الوان الصيف، بس في السن ده بقى او في اجسام للاطفال بتبقى ليها لبس معين، محتاجه موديلات معينه. بس حلو قوي الموديل، خطير، وهو قمر عليها بجد. قولي لها عشان كانت عايزه حاجه بترتر. حطيتي ترتر بقى في شعرك، تحفه زي القمر. طب مين تاني معانا؟ شكرا سيدن. معانا بقى مايفن، ده جميل قوي وعملي جدا برضه. اللي هو السن المحير بقى، اللي هو انا مش هينفع ان انا البس حاجه ضيقه، مش هينفع ان انا البس حاجه قصيره، زين فانا البس حاجه قصيره، فانا عايزه حاجه تكون مريحه جدا في المصيف. تحفه تحفه تحفه. فالطقم بتاعها برضو مش قطن، عباره عن قطن برضو صافي، برضو مناسب لاجواء المصايف والحاجات دي، وهي طالعه على طول من البحر. مين معانا بقى دلوقتي؟ معانا سيلا. الله، حلوه قوي يا سيلا. سيلا بقى البنطلون بتاعها اللي هو البنطلون الوايت ليج، برضو طالع موضه لينا احنا ككبار، بس انا حبيت ان انا يعني اعمل زوم في البناطيل دي للاطفال. لا، انتي عامله موديلات خطير حقيقي، فنانه يعني، ما قلتوش قالوا عليكي فنانه قبل ما اشوفك. تسلمي. مين معانا تاني؟ شكرا حبيبي. تسلمي. الله، ايه الدراس الحلو قوي اللي جاي ده، الاحمر الجميل ده. اسمك ايه؟ ليندا. اخترتيهم كلهم اسمائهم حلوه ولذيذ زيك. الدريس ده بقى تحبي تكلمينا عنه، الفستان ده؟ الخامه بس وفي شويه لندا بقى. الدريس بتاعها خامته الركامه، الركامه دي كانت من فتره من زمان، بس بدات ان هي تنزل تاني موضه دلوقتي لان هي عمليه جدا وفي نفس الوقت هي قطن. فبدات ان انا استخدمها بقى للاطفال في اللون دوت، في اللون الاحمر، وعملت برضو فكره النظام الاسباني اللي هو السكيرت قصيره من قدام وطويله. تحفه. شكرا يا لينت. هاجر، كلمينا بقى على الموديل الخطير ده. بما ان احنا طبعا داخلين على موسم المناسبات والسواريهات والافراح، فانا حبيت طبعا ان انا اعمل اطقم ما تكونش فستان، بحيث ان هي تبقى عمليه في اللبس بعد كده. اوكي. فحبيت ان انا ابدا بالجامب سوت دي، هي جامب سوت حلو قوي، وحبيت ان هي يبقى عليها السكيرت دي، وبرده ممكن تلبسها منفصله، يعني تلبسها سوت عاديه كاجوال، وممكن بعد كده تلبس سواريه زي ما حضرتك شايفه. تحفه. طب بما انك جبتي سيره السواريه بقى، هل الثلاث موديلات اللي قدامنا سواريه اللي جايين ولا ينفعوا بقى؟ انا شايفاهم ينفعوا اعياد ميلاد سواريه. تعالوا البنات حلوين ما شاء الله، تقفوا بقى كده عشان تبقوا باصين للكاميرا كده جنب بعض. قولي لنا بقى تعليق سريع على الثلاث فساتين دول، عشان عندك مفاجاه انك عملتي كمان موديلات للولاد، عايزين نلحق نشوفها. معانا ميلا ومعانا فيروز ومعانا مايا. الدريسات بتاعتهم سيمي سواري برضو، اللي هو تنفع ان هي تتلبس في اعياد ميلاد، وتنفع برضو ان هي تتلبس في الافراح. اوكي. فحبيت برضو ان هي طبعا حضرتك شايفه هو نفس الديزاين من فوق، نفس الفكره، خطار بس باختلاف ده دريس، ده طقم، دوت ده دريس تاني. فبس يعني اللي في النص زي جوب وتوب، واللي على اليمين والشمال فساتين. فساتين. تحفه تحفه تحفه. شكرا يا بنات. هنشوف بقى موديل الولادي. انتي شاطره قوي ما شاء الله، عملتي حتى للولاد، ايه الشطاره دي؟ ده بقى كابلز الاخ واخته، عشان مش هقول الام وابنها. اللي هو زي اللي انا لابساه، تحفه الكارديجان اللي انا لابساه، اعتقد موضه جدا الستايل ده للولاد. السوت دي عملتها ولادي السن المحير، وعملت برده معاها كابلز اللي انا لابساها، اللي هو الام وابنها بعد كده. تحفه تحفه تحفه. يعني أنا لو نجيب على هاجر كمان نشوف انه لو الام وابنها لابسين كده. اللي هو طبعا كان معانا مروان. هي هاجر لابسه نفس الخامه تقريبا. انت بتختاري خاماتك الحلوه دي ازاي؟ هم بيساعدوني فيها. حلوه قوي حلوه قوي. دي الخامه بتاعتها اسمها كوريشه. شكرا يا مروان. الخامه الكوريشه دي كانت موضه برده زمان ورجعت دلوقتي، وعايزه اقول لك مريحه جدا في اللبس. انا بشكرك جدا، ويعني احنا عايزين حلقات بقى مش حلقه واحده نشوف فيها موديلاتك الخطيره دي. لازم تجي لنا على طول في هاشتاج ليدي. شكرا جدا، ميرسي قوي. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني.